قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم. ويقول تعالى: فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ويقول تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. حكمة تحريم تعدد الأزواج للمرأة. في دراسة بحثية للجهاز المناعي للمرأة كشفت عن وجود خلايا مناعية متخصصة لها ذاكرة وراثية تتعرف على الأجسام التي تدخل جسم المرأة وتحافظ على صفاتها الوراثية، لافتا إلى أن تلك الخلايا تعيش لمدة 120 يوما في الجهاز التناسلي للمرأة. أكدت الدراسة كذلك أنه إذا تغيرت أي أجسام دخيلة للمرأة مثل السائل المنوي قبل هذه المدة يحدث خلل في جهازها المناعي ويتسبب في تعرضها للأورام السرطانية، وهذا يفسر علميا زيادة نسبة الإصابة بأورام الرحم والثدي للسيدات متعددات العلاقات الجنسية، وبالتالي حكمة الشريعة في تحريم تعدد الأزواج للمرأة. وأثبتت الدراسة أيضا أن تلك الخلايا المتخصصة تحتفظ بالمادة الوراثية للجسم الدخيل الأول لمدة 120 يوما، وبالتالي إذا حدثت علاقة زواج قبل هذه الفترة ونتج عنها حدوث حمل فإن الجنين يحمل جزءا من الصفات الوراثية للجسم الدخيل الأول والجسم الدخيل الثاني. ومن جانب آخر فقد اتفقت جميع الديانات السماوية على أنه لا يجوز للمرأة أن يطأها غير زوجها، فالإيمان بالله يقتضي التسليم لأحكامه وشرعه، فهو سبحانه الحكيم العليم بما يصلح البشر، فقد ندرك الحكمة من الحكم الشرعي وقد لا ندركها. حكمة جواز تعدد الزوجات للرجل. بالنسبة لمشروعية التعدد للرجل ومنعه في حق المرأة فهناك أمور لا تخفى علينا، فالله سبحانه وتعالى جعل المرأة هي الوعاء والرجل ليس كذلك، فلو حملت المرأة بجنين وقد وطأها عدة رجال في وقت واحد لما عرف أبوه واختلطت أنساب الناس ولتهدمت البيوت وتشرد الأطفال ولأصبحت المرأة مثقلة بالذرية الذين لا تستطيع القيام بتربيتهم والنفقة عليهم، ولربما اضطرت النساء إلى تعقيم أنفسهم، وهذا يؤدي إلى انقراض الجنس البشري. ثم إن الثابت طبيا أن الأمراض الخطيرة التي انتشرت كالإيدز والسرطان وغيرهما من أسبابها كون المرأة يطأها أكثر من رجل، فاختلاط السوائل المنوية في رحم المرأة يسبب هذه الأمراض الفتاكة، ولذلك شرع الله العدة للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها حتى تمكث مدة لتطهير رحمها ومسالكها من آثار الزوج السابق وللطمث الذي يعتريها دورا أيضا في هذه العملية. وكما ذكرنا من قبل تأكيد العلماء أن جميع ممارسات مهنة الدعارة يصبن بمرض سرطان الرحم، وفسروا العدة للنساء للتأكد من خلو الرحم من جنين كما أنها مهلة للصلح بين الزوجين، وهذا صحيح، ولكن هناك سببا آخر اكتشفه العلم الحديث، وهو أن السائل الذكري يختلف من شخص إلى آخر كما تختلف بصمة الإصبع، وأن لكل رجل شفرة خاصة به. كما أكد العلماء أن المرأة تحمل داخل جسدها ما يشبه الكمبيوتر الذي يختزن شفرة الرجل الذي يعاشرها، وإذا دخل على هذا الكمبيوتر أكثر من شفرة كأنما دخل فيروس إلى الكمبيوتر ويصاب بالخلل والاضطراب والأمراض الخبيثة. ومع الدراسات المكثفة للوصول لحل أو علاج لهذه المشكلة اكتشف الإعجاز، واكتشفوا أن الإسلام يعلم ما يجهلونه، وأن المرأة تحتاج نفس مدة العدة التي شرعها الإسلام حتى تستطيع استقبال شفرة جديدة بدون إصابتها بأذى. لماذا تختلف مدة العدة بين المطلقة والأرملة؟ أجريت الدراسات على المطلقات والأرامل فأثبتت التحاليل أن الأرملة تحتاج وقتا أطول من المطلقة لنسيان هذه الشفرة، وذلك يرجع إلى حالتها النفسية حيث تكون حزينة أكثر على فقدان زوجها إذ لم يطلقها زوجها بل توفاه الله. ومن جهة أخرى فإن الإحصاءات تدل على أن عدد الرجال أقل من عدد النساء،
والرجال دائما عرضة للإصابات في أحداث الحياة التي يتعرضون لها في مجالات أعمالهم، بالإضافة للحروب. فكان من مصلحة المجتمع البشري أن يشرع التعدد للرجل، والغربيون الذين يتحدثون عن قضية تعدد الزوجات في الإسلام يغمضون أعينهم عما يحدث في مجتمعاتهم. فقد شاعت في الغرب نوادي تبادل الزوجات، فتأتي الزوجة مع زوجها إلى هذا النادي، فيعطي الرجال كل منهم زوجته للآخر ويعاشرها معاشرة جنسية. وانتشرت بالغرب أيضا ما يسمى الزواج الجماعي، وهو أن يسكن عدد من الشبان 5 أو أكثر مع زوجاتهم في منزل واحد، ويتبادلون الزوجات في هذا المنزل، فينسب كل مولود يأتي من الزوجة إلى زوجها وإن لم يكن في الحقيقة الأمر له. وهذا النوع من الزواج قد انتشر في السويد، وهذه النوادي وهذه المنازل مباحة في الدول الغربية، بل لها حصانة باسم الحرية. فالغربيون لا يتحدثون عن هذه القذارة الخلقية في بلادهم، لكن يصبون جام غضبهم على الإسلام لأنه لم يحرم تعدد الزوجات. فهناك طائفة من الأسباب الخاصة والعامة التي لاحظها الإسلام، وهو يشرع لا لجيل خاص من الناس ولا لزمن معين محدد، وإنما يشرع للناس جميعا وإلى قيام الساعة. فمراعاة الزمان والمكان لها اعتبارها، وتقدير ظروف الأفراد لابد من أن يحسب لها حسابا. ولقد كان لهذا التشريع والأخذ به في العالم الإسلامي فضل كبير في بقائه دينا نقيا بعيدا عن الرذائل الاجتماعية والنقائص الخلقية التي تفشت في المجتمعات التي لا تؤمن بتعدد الزوجات ولا تعترف به. وقد لوحظ في المجتمعات التي تحرم تعدد الزوجات شيوع الفسق وانتشار الفجور، حتى زاد عدد البغايا عن عدد المتزوجات في بعض المدن الأوروبية. ظاهرة متعددة البعولة هي شكل من أشكال الزواج، لكنه متعدد الأطراف، وهو ليس مشابها مع التعددية في الإسلام، بل على عكسه تماما. فهنا المرأة من تتزوج أكثر من رجل في الوقت نفسه. وما يثير الغرابة أكثر في هذا الموضوع أنه عادة ما يكون هؤلاء الرجال أشقاء ومن عائلة واحدة، ولهذا يسمى أيضا هذا الزواج باسم متعددة الأزواج الأخوية. يتشارك أخوان أو 3 أو 4 حتى زوجة واحدة. وبحسب العادات والتقاليد يتم الإعداد والتنظيم لهذا الزواج من قبل الأهالي، وتختلف مراسم الزفاف من ناحية جلوس جميع الأخوة معا كأزواج يوم الزفاف، أو جلوس كبيرهم فقط. كما قد يشارك الأشقاء البالغون أقل من 15 عاما في مراسم الزفاف على أن ينضموا للزواج عندما يبلغون سنا أكبر. وبحسب العادات والتقاليد يعتبر الابن الأكبر سنا هو المهيمن ويدير شؤون المنزل، لكن جميع الأخوة يتشاركون العمل ويتعاونون سويا. والمثير للاستغراب أيضا أن الأشقاء يعتبرون أيضا شركاء جنسيين، أي جميعهم يعاشرون نفس الزوجة. وهذا الشق الذي نراه غريبا هو أمر عادي بالنسبة لهم، ولا يشكل لهم حرجا أو يعتبر عارا. والذي تسبب في ظهور هذه الظاهرة أن المجتمع التبتي يتألف من عدد كبير من الرهبان الذي يحرم عليهم الزواج، وهذا ما خلق أزمة نوعا ما من ناحية النقص في الذكور المستعدين للزواج، خاصة أن هذه المجتمعات بطبيعتها صغيرة وعدد سكانها ضئيل، ومن الصعب العثور على فتاة للزواج. ومن أجل الحفاظ على التناسل والتمسك بالأسرة ولتجنب الخلافات بسبب الورثة، أصبح يتشارك الأخوة زوجة واحدة. هذا النوع من الزواج منعته الصين تحت قانون الأسرة الجديد، ولكن حتى مع كونه غير قانوني حاليا فلا تزال الزيجات متعددة الأزواج قيد الممارسة في المناطق الريفية والنائية في التبت حتى الآن. شاركونا آراءكم بالتعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.